السيسي يشهد اليوم فعاليات ختام تدريبات درع الخليج المشتركة بالمنطقة الشرقية بالسعودية. القادة العرب يؤكدون في ختام قمة الطهران بطلان قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويندّدون بالتدخلات الإيرانية في المنطقة. البيت الأبيض يؤكد رغبة ترامب في عودة القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت بعد تصريحات لماكرون قال فيها إنه أقنع الرئيس الأمريكي بعكس ذلك. الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. مرحبا بحضرتكم. يشهد اليوم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات ختام تدريبات درع الخليج المشترك والتي تقام بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود. تعد هذه التدريبات الأضخم من نوعها في المنطقة من حيث عدد القوات وتنوع الخبرات والأسلحة، وقد شاركت فيها قوات برية وبحرية وجوية من 24 دولة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا يا فندم. سيادة اللواء، كيف ترى أهمية هذه التدريبات المشتركة من حيث تنوع الخبرات العسكرية بين الدول وعدد الدول المشاركة وهي 24 دولة؟ شوفي، التدريبات المشتركة هي قمة الأداء لقوات مسلحة قبل الحرب أو خارج الحرب، لأنها بنقول القوات لا تبدأ في إجراء تدريبات مشتركة مع جيوش أجنبية إلا بعد أن تصل إلى أعلى درجة وهي درجة الاحتراف في التدريب وأعلى مستوى تدريبي. وبالتالي النهاردة لما بنخرج خارج أراضينا وخارج مسرحنا ونتدرب مع قوات أجنبية وبهذا الكم الكبير، فإذا نحن نطلع على ما لديهم من أسلحة، نطلع على ما لديهم من خبرات، من تكتيكات، كل ما لديهم. أيضا نتدرب على مسرح جديد أرضينا، قد يكون هذا المسرح هو مسرح الحرب المقبل بالنسبة لنا. وبالتالي ده النقطة التدريبية، بنتبادل خبرات. ولو لم تكن مصر لديها ما تعطي لهذه الجيوش، ما سمح كل هذه الجيوش أن تشترك مع مصر في تدريبات مشتركة. فهذه اشتراكنا مع هذا الكم من القوات بشهادة، نقول شهادة نعتز بها كمصريين، اعتراف بقدرتنا، اعتراف بخبرتنا، اعتراف بالمستوى التدريبي والمستوى العالي لقواتنا المسلحة. هذا الهدف التدريب اللي احنا بنحققه، هناك إلى جانبه هدف عملياتي يخدم أمننا القومي، إن احنا بنتدرب مع أشقائنا في مسرح الحرب أو في مجالنا الحيوي لكي نكون قادرين معا على التصدي لأي اعتداء ضد أمننا القومي ونحقق أمننا بتعاوننا وبتكاتفنا دائما وبدرجة الجاهزية والاستعداد العالي لكل جيوشنا العربية ولكل قواتنا المسلحة. أشكرك سيادة اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق على هذه المداخلة. مرحبا بحضراتكم من جديد. أكد وزير الخارجية السيد سامح شكري نجاح أعمال القمة العربية في دورتها 29 في اتخاذ قرارات من شأنها تفعيل التضامن العمل العربي المشترك والمساهمة في معالجة القضايا والتحديات التي تهدد العالم العربي في المرحلة الراهنة. وأشار وزير الخارجية إلى أن نتائج القمة ستترجم ضمن عمل عربي مشترك أكثر تنسيقا لحل أزمات المنطقة، موضحا أن إعلان الظهران الذي صدر في ختام اجتماعات القمة العربية حظي بتوافق يعكس روحا إيجابية بين الوفود العربية المشاركة في القمة.
كان قادة الدول العربية قد أكدوا في ختام القمة والتي عقدت بمدينة الظهران السعودية بطلان قرار الإدارة الأمريكية لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما نددوا بالتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. وشدد البيان الختامي على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا ويحمي سيادتها واستقلالها. ببيانها الختامي أنهت القمة العربية 29 أعمالها بمنطقة الظهران بالمملكة العربية السعودية، قمة سميت بقمة القدس ليحتل اسمها مكان الصدارة في توصيات وقرارات 18 رئيسا وزعيما ووفدا عربيا حملها البيان الختامي للقمة، الذي أكد بطلان وعدم شرعية الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ومركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك. بيان دعا إلى اعتماد السلام الشامل والدائم خيارا استراتيجيا تجسده مبادرة السلام العربية. الاستمرار في تقديم الدعم والتأييد العربي اللازم لنصرة القضية الفلسطينية قضية أمتنا المركزية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والوقوف صفاً واحداً ضد كافة المحاولات الرامية لتصفية قضية فلسطين وتهويد القدس الشريف ودعم صمود أهله بكافة الوسائل الممكنة. الأزمة السورية وتداعيات تعرض الأراضي السورية لضربة عسكرية غربية كانت حاضرة بالبيان الختامي الذي أكد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي تلك الأزمة بما يحفظ وحدة وسيادة الشعب السوري على كامل أراضيه. تابعنا نحن القادة ما قامت به القوى الغربية في سوريا، وأننا إذ نؤكد على ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، نشدد على إدانتنا المطلقة لاستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري الشقيق، ونطالب بتحقيق دولة مستقل يتضمن تطبيق القانون الدولي على كل من يثبت استخدام السلاح الكيماوي. القادة العرب دعوا في بيانهم المجتمع الدولي إلى تجديد العقوبات على إيران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية ووقف تدخلاتها بالشؤون العربية. هناك موضوع الصواريخ البالستية وانتهاكات إيران للقرارات الدولية المتعلقة بعدم تصدير الصواريخ البالستية. إيران تصدر صواريخ بالستية لميليشيات إرهابية في المنطقة، سواء كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران أو ميليشيا الإرهابية في حزب الله في لبنان، فهذا غير مقبول وهذا مرفوض من المجتمع الدولي، ويجب أن تدفع إيران ثمن هذا العمل. كما دعا البيان إلى دعم الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والاستقرار لكل من العراق وليبيا ودعم المؤسسات الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى دعم جهود القضاء على الإرهاب وتكفيف منابعه. في قمة وصفت بقمة لم الشمل العربي وفي بيانها الختامي برز الطرح المصري الذي أكد عليه الرئيس السيسي بضرورة تبني استراتيجية عربية مشتركة لمواجهة التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون العربية، وتبني الحلول السلمية لتسوية النزاعات التي تشهدها بعض الدول العربية للحيلولة دون تحول هذه الدول إلى بؤر للصراع بين القوى الكبرى بالمنطقة. من الظهران بالمملكة العربية السعودية، مقر انعقاد القمة العربية 29، علاء رشوان، النيل. هذا وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرياض السيد الحسيني الليثي، صحفي وإعلامي. يعني بعد التحية لحضرتك، رأتك لما جاء بإعلان الظهران والتوصيات والقرارات التي خرجت عن القمة العربية في دورتها 29؟ اهلا وسهلا بحضرتك، معاك الاعلامي الحسين الليثي من الرياض. بتكلم عن اهم القرارات في القمه 29 المنعقده في ظهران. كان هناك اعلان عن القمه بيؤكد بطلان القرار الامريكي بشان القدس. كان هناك تشديد على ضروره سحب ايران وعناصرها من المسلحه من كل الدول العربيه. هناك مسانده لجهود تحالف دعم الشرعيه لانهاء الازمه في اليمن. كان هناك ضروره على ايجاد حل سياسي ينهي الازمه السوريه بما يحقق طموحات الشعب السوري. كان هناك توصيات وتشديد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط. هناك تأكيد على أمن واستقرار العراق وسلامة أراضيه، كما أكد بيان الظهران الذي صدر أمس في ختام المؤتمر القمة العربية
الذي تم اعقاده في شرق السعوديه على مركزيه القضيه الفلسطينيه. نعم، طيب حضرتك ذكرت القضيه الفلسطينيه، اكد البيان الختامي للقمه العربيه على نصره قضيه فلسطين، قراءتك للتوصيات التي خرجت بها عن قمه القدس والتاكيد على بطلان قرار الاداره الامريكيه الاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل، وكيف يمكن ان تفعل هذه التوصيه على ارض الواقع الى واقع؟ بالفعل يا فندم كان هناك توصية من جميع الحاضرين على القضية الفلسطينية والتأكيد على بطلان الشرعية الأمريكية بشأن الاعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وأكد بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية أن القدس عاصمة، يعني أن القدس أن بطلان القرار الأمريكي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته على أهمية الأمن القومي، وأن الأمن القومي يواجه العديد من التحديات خلال الفترة القادمة، وثمن الرئيس السيسي الجهود الجبارة التي يقوم بها الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب ومواجهة سيناء، ودعا كل الدول العربية والتحالفات ضد الإرهاب وضد الميليشيات الموجودة في سيناء. نعم. وكان هناك رفض من مصر استخدام أي أسلحة محرمة دولياً في سوريا، تمام؟ وأكد أن مصر يعني موضوع إعادة الأمن والأمان والاستقرار في اليمن، ورفض تدخل الحوثيين والصواريخ على المملكه العربيه السعوديه بشكل مباشر يعني. نعم. طيب سيد سيد حسيني، في تلك النقطه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بدا كلمه سيادته بالحديث عن الامن القومي العربي كما ذكرت يواجه تحديات غير مسبوقه، يعني الى اي مدى احتلت مساله الامن القومي مكانتها في اجنده القمه العربيه وسط تباين المواقف العربيه اتجاه كثير من القضايا الرئيسيه في المنطقه؟ كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها صدى كبير جدا في القمة العربية أمس بخصوص موضوع الأمن القومي، لأن قضية الأمن القومي تهم العديد من الدول العربية وليس مصر فقط. قضية الأمن القومي هي قضية كبرى تهم العديد من الدول، وتحدث أيضا على موضوع سوريا، أن يعني في أكثر من نصف مليون سوري، تمام، يعني تم إدانتهم بالأسلحة المحرمة دوليا والتنظيمات الإرهابية، وتمويل بعض الدول العربية. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا على تمويل بعض الدول العربية للمنظمات الإرهابية، وهذا شيء غير قابل للنقاش وغير قابل إن الدول العربية تساعد الإرهاب في ميليشيات إرهابية، ده شيء غير مقبول تماما. برضه ملك البحرين كان في التوصيات الأخيرة رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية. ملك الكويت أيضا قال ان قياده السعوديه تمثل الامن والتفاهم في الفتره القادمه. اختتم الرئيس الفلسطيني القمه العربيه بان امريكا انها اعلنت ان القدس عاصمه لاسرائيل، ده قرار كان خاطئ، وفلسطين ام قضايا في تاريخ ملوك السعوديه وموقفهم. ايضا مساندة جهود تحالف دمى الشرعيه لانهاء الازمه في اليمن، وكان هناك تاكيد على امن العراق واستقراره وسلامه ووحده اراضيه. كان هناك ايضا كلمه خاصه بالرئيس عبد الفتاح السيسي على موضوع الامن القومي، ان الامن القومي بحاجه استراتيجيه للامن القومي العربي بشكل عام. ورأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان الامن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقه. نعم. على مر التاريخ. نعم. عبر الهاتف من الرياض السيد الحسيني الليثي صحفي واعلامي، شكرا جزيلا على هذه المتابعه. أعلن البيت الأبيض أن المهمة الأمريكية في سوريا لم تتغير، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أقنع نظيره الأمريكي بضرورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا على المدى الطويل. نتابع. يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات في لوكسمبورغ اليوم في محاولة لإنهاء الانقسامات بشأن ضربات على سوريا وكيفية التعاطي مع الأزمة الدبلوماسية المتنامية مع موسكو.
وقد أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كانت ضرورية ومناسبة، بينما قوم أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي أي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد. من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية الضغط على موسكو من أجل وضع حد للنزاع الدامي في سوريا المستمر منذ 7 سنوات. بمشاهدة صور ما حدث في دوما في 7 أبريل، سترى أن الخطوة التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بشن غارات مشتركة ضد الأسلحة الكيماوية كانت خطوة صحيحة بالنسبة لبريطانيا وللعالم. أنا ممتن جدا للدعم الدولي الذي حظيت به الدول الثلاث، ومن المهم جدا أن نؤكد أن ما قمنا به ليس محاولة لتغيير مجريات الحرب في سوريا أو تغيير النظام أو التخلص من بشار الأسد. فأنا أعتقد أن الحرب في سوريا ستستمر بكل فظائعها ومآسيها، لكن هذه الضربات جاءت لتقول إن العالم قد طفح به الكيل من استخدام الأسلحة الكيماوية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور علي مقصود المحلل السياسي والاستراتيجي. دكتور علي، بعد التحية، برأيك ما الهدف من طلب فرنسا إبقاء القوات الأمريكية في سوريا على المدى الطويل؟ نعم، في الحقيقة إذا أجرينا قراءة إلى الاصطفاف الذي حصل من قبل بريطانيا وفرنسا خلف أمريكا، وهذا الاصطفاف تشكل عبر جلسات لمجلس الأمن شهدت معارك دبلوماسية وسياسية عنيفة بين أمريكا وحلفائها وبين روسيا وحلفائها من جهة أخرى. فبتقديري فرنسا التي تشعر في هذه الظروف وفي هذه التحولات الجيوسياسية بأنها باتت دولة ضعيفة وخارج النسق الدولي الذي يضم الدول العظمى، فأمريكا التي أغرتها عندما دغدغت أحلامها الاستعمارية في كل من سوريا والمنطقة لكي تقدم لها ثغرة تعبر الميدان السوري لكي تستثمرها في هذا الاصطفاف في مواجهة لحظة حاسمة وتاريخية وهي سقوط النظام أحادي القطبية وولادة نظام دولي جديد. لذلك أنا بتقديري هذه اللحظة المشابهة للحرب العالمية الأولى ولحظة قيام الثورة الاشتراكية بالاتحاد السوفيتي التي كانت قد ولدت في سياق وجود نظام دولي أحادي القطبية ولكن بنسقين، نسق متطور من الرأسمالية الغربية بقيادة بريطانيا ونسق غير متطور من الرأسمالية في أوروبا الشرقية وروسيا القيصرية التي كانت الحلقة الأضعف في هذا النظام. نعم. لذلك عندما قامت الثورة اعتبرت من هذه المنظومة الدولية بأن ذلك هو بمثابة لوي لعنق التاريخ، ولذلك مباشرة بدأوا بمحاصرة هذه الثورة وأيضا أنتجوا ثورة مضادة. حاليا يراد مصادرة وإيقاف هذه الولادة لنظام دولي جديد ولقطب يعني قطب دولي هو روسيا الاتحادية. نعم دكتور علي، اجتماع مهم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة كيفية الضغط على موسكو من أجل وضع حد للنزاع الدامي في سوريا والمستمر منذ 7 سنوات. هل يحمل الغرب إذن وفق حديث حضرتك روسيا مسؤولية النزاع الدامي الموجود في سوريا منذ 7 سنوات؟ لا، في الحقيقة الاتحاد الأوروبي يسعى دائما لتقديم نفسه على أنه هو من يعمل لإحقاق السلام والأمن الدوليين، وهو من يعمل لإطفاء الحرائق بالوقت الذي هو من يقف خلف كل هذه الحرائق والدمار الذي حصل في المنطقة. ولكن لطالما أن هذه الدول نفذت هذا العدوان ومن خارج سياق
القانون الدولي والشرعية الدولية، أي لا يوجد هناك تفويضا من قبل مجلس الأمن لهذه الدول التي قامت بهذا العدوان الثلاثي، وهو شبيه بالعدوان الثلاثي على مصر. إذا تحاول هذه الدول طالما فشلت في هذا العدوان من أن يعني تفرض نفسها كلاعب وكقوة فعلا لها تأثير بالعملية السياسية، وعندما يواجه خطابا من قبل روسيا وسوريا بأن هذا العدوان عقد العملية السياسية، إذن هم يجدون أنفسهم بأنهم بدل من أن يثقلوا دورهم وحضورهم، في الحقيقة هذه الضربة انقلبت عليهم بشكل خطير. أشكرك الدكتور علي مقصود، المحلل السياسي والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك. بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعا طارئا في لاهاي لبحث الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما السورية. يأتي الاجتماع غدا بدء بعثة خبراء المنظمة مهمتها في دوما للتحقيق بشأن تقارير عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف المدينة. من جانبها تعهدت موسكو بعدم التدخل في عمل المنظمة، كما أكدت دمشق أنها ستدعو البعثة تقوم بعملها بشكل مهني وموضوعي وحيادي وبدون أي ضغط. هذا ويناقش مجلس الأمن اليوم مشروع قرار تقدمت به كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق مستقلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، كما يدعو مشروع القرار إلى إيصال المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سلام سورية برعاية الأمم المتحدة. ويدين مشروع القرار بأشد العبارات أي لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما يدعو دمشق إلى التعاون الكامل مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية. أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن واشنطن ستفرض اليوم عقوبات جديدة بحق روسيا على خلفية استخدام حكومة دمشق التي تدعمها موسكو أسلحة كيميائية على حد قولها. وأشارت هيلي إلى أن واشنطن سبق أن اتخذت إجراءات عقابية ضد ما وصفته بالسلوك السيء لروسيا، لافتة إلى طرد 60 جاسوسا روسيا ردا على تسميم جاسوس روسي سابق. وأضافت هيلي أن العقوبات ستستهدف مباشرة كل الشركات التي تهتم بمعدات مرتبطة بالرئيس الأسد واستخدام أسلحة كيميائية. احتشد مئات السوريين في ساحة الأمويين في العاصمة دمشق دعما للقوات المسلحة التي أكدوا أنها نجحت في مواجهة الغارات الجوية غير المسبوقة التي شنها الغرب مطلع الأسبوع. وقد لوح المشاركون في المسيرة بالأعلام السورية ورددوا الهتافات التي تحيي إنجازات الجيش العربي السوري، وقاموا بإطلاق الألعاب النارية وسط أجواء احتفالية. كانت وسائل الإعلام السورية والمسؤولون الروس والسوريون قد أعلنوا أن الدفاعات الجوية السورية قد اعترضت معظم الصواريخ، إلا أن البنتاغون قال أن القوات السورية لم تستخدم أي صواريخ. شعارات وأعلام حملت في وقفة تضامنية نفذها فلسطينيو مخيم الشهداء في السيدة زينب بريف دمشق، منددين بالعدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني والفرنسي ضد سوريا في المدينة. إن هذا العدوان الثلاثي على سوريا الحبيبة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولما تبقى من وثيق الأمم المتحدة، وهذا العدوان أيضا يمثل تأييدا صريحا لقوى الظلام المتمثلة بعصابات القتل والإجرام والإرهاب التي طالما رعتها ومولتها هذه الدول المارقة. نحن هنا اليوم إذ نشكر الأخوة الفلسطينيين في مخيم شهداء السيدة زينب الذين وقفوا معنا منذ بداية الأزمة، والذين أثبتوا أن الدم الفلسطيني ممزوج مع الدم السوري سيحقق النصر في النهاية لا محالة بإذن الله. كباراً
وصغارا عبروا عن تضامنهم الكامل مع الشعب والدولة السورية، معلنين رفضهم للعدوان الذي استهدف سلاحه العاصمة دمشق والذي ذاته استهدف الأطفال والنساء في فلسطين. نحن وفاء لسوريا ولأرض سوريا ولشعب سوريا وجيشا وشعبا وقائدا وللشهداء الذين رووا بدمائهم تراب أمتنا العربية. كل منهم شدد على أن الشعب الفلسطيني والسوري واحد متكامل لن تفرقه غطرستهم وأسلحتهم الذكية كما زعم ترامب. مهما ضربوا، مهما زدتوا قذائف، مهما زدتوا صواريخ، سوريا بتضل صامدة وبتضل هي الكل بالكل سوريا، وبعد سوريا ما في. نحن هنا في سوريا في دمشق نقول لا لعدوانهم الثلاثي، لا لفرنسا، لا لأمريكا، لا لبريطانيا. سنغلبهم، سنطردهم خارج الأسوار، سنقتلعهم من جذورهم. ترفع الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام السورية منددين بالعدوان الثلاثي على العاصمة دمشق ومناطق أخرى باعتبار سوريا البلد التي كانت وما زالت الحاضنة لهم طوال تلك السنين الماضية. قناة النيل للأخبار، مروى البطة، السيدة زينب. وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتكثيف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ كميات مضاعفة من اللحوم والدواجن والسلع الأخرى اعتبارا من أول مايو وحتى انتهاء شهر رمضان وضمان توزيعها ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسه إسماعيل الليلة الماضية بحضور كل من وزير التموين ورئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وممثلي الرقابة الإدارية، حيث شدد الاجتماع على تجديد الرقابة على الأسواق ومراقبة الكميات المطروحة من البوتاجاز والتوسع في إقامة شوادر لبيع اللحوم. وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذي يهدف إلى تكثيف منابع الإرهاب. ومن المقرر أن تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم المقترحة بقانون المقدم بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية. كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 168 لعام 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمشاركة 700 خبير يمثلون 30 دولة عربية وعالمية. بدأت فعاليات المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء بمدينة شرم الشيخ. وخلال الافتتاح أكد وزير الصحة والسكان على ضرورة توحيد أسعار الدواء الخاصة بفيروس سي بالدول العربية وتوحيد آليات التسجيل الدوائي بين دول الوطن العربي. تفعيل التعاون بين الدول العربية في مجال البحوث الدوائية وتوحيد إجراءات التسجيل الدوائي وبحث مشاكل التسعير بين الدول العربية في ضوء رؤية موحدة، خطوة مهمة سعى لتحقيقها مؤتمر الدواء والغذاء العربي في دورته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ الذي يهدف إلى الارتقاء بصناعة وتجارة الدواء بالوطن العربي. هذا المؤتمر يبقى الهدف منه أن احنا نعمل ما يسمى باسم التسجيل الموحد للدواء في الدول العربية. الدواء اللي يتسجل في المملكة العربية السعودية أو في البحرين أو في العراق يبقى مسجل في مصر من خلال آليات موحدة، وأنا دعيت كل اللي موجودين في خلال 4 أسابيع في مصر المجيء لوضع آليات تنفيذية على أرض الواقع لهذا التسجيل. إذا عملنا في الدول العربية التسجيل الموحد للدواء وعملنا فيه هيحصل فيه أريحية شديدة جدا. أنا أعتقد أنه هذا مشروع قابل للتطبيق ونأمل أن نراه قريبا بإذن الله. نأمل أيضا أن المؤتمر هذا يؤدي بنا إلى توصيات عملية يستفيد منها صناع القرار في قطاعي الغذاء والدواء وأيضا قطاع الأجهزة الطبية. كما سعى المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة تضافر جهود الأجهزة الرقابية والحكومية لتطبيق اللوائح المنظمة لمحاربة ملوثات الغذاء وغش الدواء. الهدف منها بالرفع من سلامة الغذاء والدواء الوطن العربي، كذلك دعم الصناعة الوطنية في دول الوطن العربي ودعمها بمشيئة الله. أيضا من ضمن
التوجهات أن تتبنى كل دولة إنشاء هيئات لسلامة الغذاء والدواء حتى نتمكن من إنشاء هيئة عربية للغذاء والدواء تستطيع أن تقوم بإحداث التناسق والتناغم بين الأنظمة الغذائية والدوائية في العالم العربي. بالفعل المستقبل يبدأ الآن، وضع خطوات واقعية لمصير الدواء بالوطن العربي التي من شأنها ستعمل على مأمونية وجودة الدواء العربي ليكون قادرا على مواجهة الاحتكار والمنافسة الدولية. من قاعة المؤتمرات بمدينة السلام شرم الشيخ، محمد حلمي، النيل. بانوراما النيل متواصلة معكم، وفيها بعد أخبار الاقتصاد. بنغلاديش تكذب مزاعم ميانمار بشأن إعادة أول أسرة من مسلمي روهينجا إلى ديارها. الرئيس السيسي يشهد اليوم فعاليات ختام تدريبات درع الخليج المشتركة بالمنطقة الشرقية بالسعودية. القادة العرب يؤكدون في ختام قمة الظهران بطلان قرار واشنطن لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويُنددون بالتدخلات الإيرانية في المنطقة. البيت الأبيض يؤكد رغبة ترامب في عودة القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت، بعد تصريحات لماكرون قال فيها إنه أقنع الرئيس الأمريكي بعكس ذلك. ما هو قادم الاقتصاد؟ أخبار المال والأعمال مع الزميلة مجد القاضي. إليك مجد. الزميلات غدا ودينا، شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها البورصة المصرية تربح نحو 3 مليارات جنيه، وارتفاع جماعي لمؤشراتها مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين المصريين وأجانب. مشاهدينا أهلا بكم مجددا. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل الصناديق والمؤسسات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى إقبال المستثمرين المصريين والأجانب على الشراء. وربح رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل لمستوى 976.4 مليار جنيه. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي جي اكس 30 بنسبة 0.33%، وزاد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.23%. خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أكد وزير قطاع الأعمال خالد بدوي أن طرح الشركات بالبورصة مرحلة أولى لتطبيق فصل الملكية عن الإدارة. وأكد الوزير أن الهدف من طرح أسهم عدد من الشركات التابعة في البورصة هو توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمة وحجم التداول وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في إدارة تلك الشركات، وكذلك استغلال جانب من السيولة النقدية في تمويل عمليات إعادة الهيكلة. تواصل المقار التابعة لوزارة التموين استلام الأقماح المحلية من الفلاحين بسعر 600 جنيه للأردب. كانت اللجنة العليا للقمح التابعة لوزارة التموين قد أكدت جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن خلال الموسم الحالي، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين في أسرع وقت. أعلنت وزارة الإسكان أنه جاري تنفيذ وإعداد عدد من الكباري والأنفاق على المحاور الرئيسية بمتينة السادس من أكتوبر بتكلفة 3.9 مليار جنيه لتسهيل الحركة المرورية لمحاور المدينة وتلافي التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر عصام بدوي إن جهاز المدينة طرح تطوير 4 محاور رئيسية لتنفيذ عدد من الأعمال على المحاور طبقا للدراسة المرورية لمنع التكدسات الحالية والمستقبلية، وكذلك تسهيل الحركة المرورية داخل محاور المدينة ضمن الخطة التنموية للجهاز. يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان فعاليات ملتقى التوظيف بمعاهد العبور من خلال توأمة مع مديرية القوى العاملة بالشرقية. ومن المتوقع أن يوفر الملتقى 5000 فرصة عمل لمختلف المؤهلات العليا والمتوسطة والعمالة العادية. يشارك فيه 56 شركة ومصنعا. قالت وكالة مودز للتصنيف الائتماني أن الضعف المزمن في العملة التركية الليرة سيؤثر سلبا على تصنيف أنقرة. وأكدت مودز أن العملة التركية معرضة لتجدد الضغوط، إذ أرجأت السلطات تحركاتها لمواجهة أسباب ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة. بحث وزير خارجية اليابان والصين تعزيز التعاون الاقتصادي وبدء حوار تجاري بعد توقف دام ما يقرب من 8 أعوام. ويسعى البلدان إلى مناقشة إمكانية تفعيل اتفاق التجارة الحرة فيما بينهما والحفاظ على نظام تجاري عالمي متعدد الأوجه مع منظمة التجارة العالمية، وذلك بالتزامن مع تزايد حدة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة في الأونة الأخيرة. مشاهدينا، نهاية أخبار الاقتصاد، عودة لقراءة الأخبار السياسية مع الزميلات دينا وغادة. شكرا لكم. شكرا لك ماجدة. نفت بنغلاديش ما ذكرته السلطات في ميانمار بشأن إعادة أول عائلة مكونة من 5 أفراد من لاجئي الروهينجا إلى ديارهم. وقال وزير الداخلية البنغالي أسد الزمان خان أن هذه الأسرة لم تدخل بلاده معربا عن أمله في أن تبدأ السلطات في ميانمار إعادة جميع لاجئي الروهينجا خلال أقرب وقت. ننتقل الآن مشاهدينا إلى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لمتابعة فعاليات ختام تدريبات درع الخليج المشترك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 24 دولة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بدأت اليوم محاكمة قس أمريكي موقوف في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب بعدما قضى 1.5 عاما خلف القضبان في قضية زادت من حدة التوتر بين البلدين. كان القس أندرو برونسون مسؤولا عن كنيسة في مدينة أزمير بغرب تركيا عندما اعتقل في عام 2016 بتهمة الانتماء إلى حركة الداعية فتح الله جولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة التمرد الفاشلة في أكتوبر من العام نفسه. أعلن حزب الاشتراكيين الديمقراطي الحاكم في جمهورية الجبل الأسود فوز زعيم الحزب ميلو دياغوفيتش في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث حصل على حوالي 53% من نسبة الأصوات، فيما حصد منافسه الرئيس ملادان بافونيتش على 33%. ويعد هذا الانتصار دفعة قوية لجاكوفيتش الذي سبق أن شغل منصب رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء للجبل الأسود وقاد بلاده الانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو. أعلنت مدن أمريكية عدة حالة الطوارئ بسبب موجة من الطقس السيء اجتاحت الولايات الأمريكية من هاواي وحتى فيرجينيا. تسببت الرياح العاتية في فيرجينيا في إصابة 6 أشخاص وتدمير أكثر من 20 منزلا. أما في كارولاينا الشمالية فقد أعلنت حالة الطوارئ بإحدى مدنها الرئيسية بعدما ألحق إعصار إضرارا بالغة بعدة مواقع. يأتي هذا فيما لا تزال عدة ولايات في وسط أمريكا تزيل آثار الثلوج بعد عاصفة شديدة ضربت المنطقة مؤخرا.
ونشرتنا متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد الفاصل الرياضي. مواقع أثرية بارزة في عفرين السورية تتعرض للدمار جراء الهجوم التركي على المدينة. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم. فلم تنل الحرب في سوريا من البشر فقط، بل طالت آثار التراث الإنساني هناك أيضا. آثار القصف والغارات امتدت لمدن ومواقع أثرية نادرة، كثير منها مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ما أسوأ أن تنال الحروب من التاريخ. هنا في عفرين، وهي المدينة التي تناولتها نشرات الأخبار كإحدى بؤر الصراع، تعرضت آثار عمرها قرون ومعالم تراثية لأضرار بالغة جراء المعارك الطويلة التي دارت بالمدينة السورية. دول الجسرين اللي ورانا هنا من الجسور الرومانية اللي بنوا بالحقب الأول، بالحقب البيزنطي بالقرن الأول قبل الميلاد. طبعا دول الجسور كانوا لهم قيمة تاريخية كبيرة، ومع ذلك قوات سوريا الديمقراطية اللي كانت مسيطرة على المنطقة خلال 7 سنوات الماضية ما اكتسبت بالقيمة التاريخية، وخلال المعارك الدائرة كانت تستخدمهم وتحط فيهم ألغام مشان تدميرهم وتشويه صورتهم التاريخية. درج المسرح الروماني الذي بني في القرن الثاني قبل الميلاد تناثرت قطعه هنا وهناك في خضم المعارك. قلعة مدينة سيروس التاريخية الشهيرة وأحد المعالم الأثرية الرومانية في المنطقة تعرضت هي الأخرى للدمار جراء القصف الشرس. بمدينة سيروس التاريخية اللي كان الرومان بنوها قبل الميلاد، لاحظ انه كون موقعها استراتيجي على احتلال كانت قوات سوريا الديمقراطية تستخدم هذه المدينة الأثرية كمعسكرات للتجنيد او كمقرات لقصف او للمعارك اللي ما بين الجهات المتصارعة. المعارك الدائرة لسنوات طالت العديد من المناطق الأثرية والصور المنتشرة لمعبد عندارا الذي يرجع تاريخه للعصر الحديدي، تظهر قصفا واضحا لم يميز فداحة الخسائر التي يحدثها. الصراع الدائر في سوريا منذ عام 2011 ألحق أضرارا جسيمة بكثير من الآثار التاريخية ودمارا واسعا بمواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في تدمر وحلب القديمة. ختام بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. السيسي يشهد فعاليات ختام تدريبات درع الخليج المشتركة بالمنطقة الشرقية بالسعودية. القادة العرب يؤكدون في ختام قمة الظهران بطلان قرار واشنطن لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويندّدون بالتدخلات الإيرانية في المنطقة. البيت الأبيض يؤكد رغبة ترامب في عودة القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت بعد تصريحات لماكرون قال فيها إنه أقنع الرئيس الأمريكي بعكس ذلك. وبهذا نكون قد وصلنا إياكم إلى ختام هذه البانوراما لهذه الساعة والتي جاءتكم من على شاشة النيل الأخضر. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.